المبتدأ وجملة الوصل ونون الثورة وشذر آذار. وهن عنوان انتفاضة تهدم سطوات وسلطات لا تحب وجودهن لإحداث التغيير، ليؤكدن أن الحركة الاحتجاجية في العراق إنما جوهرها ثورة اجتماعية لن تموت. وليس الثامن من آذار عيد للمرأة، بل يومها العالمي، يوم يستذكر فيه العالم عذاباتها، صمودها، تضحياتها، ومعاناة بجمع مؤنث لم يسلم لا في الحرب ولا في السلم. فهي أول من تدفع الثمن، ومن صوره ثكلى تقلب أطياف شهداء كمن تكحل عينيها بالغياب، وأرملة تكتب بعظمة القلب وجعا لا ينتهي، ونازحة ذبحها الشتات تمسك بالذكرى باب وثائرة على ذاكرة لا ترى.